الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. من أهل العلم رحمه الله من خص هذا الفضل، من أهل العلم رحمه الله تعالى من خص هذا الفضل بعبد، من خص هذا التوجيه بعبد الله بن عمرو دون غيره، وذلك لعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن عبد الله لا يطيق ولا يستطيع ذلك، فقالوا إن غيره ممن يقدر ويطيق ويستطيع يجوز له ذلك، ولكن هذا كلام ليس بصحيح، وهي هفوة عالم غفر الله لمن قالها. فإن المتقرر عند العلماء أن الأصل في التشريع التعميم، والمتقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص. فهذا الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه عبد الله بن عمرو بالأصالة، ويدخل سائر الأمة بعده بالتبع. والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص أسبابهم.